الكل موجود معنا. محاضرتنا اليوم على الكيميكال كاينتكس، وحنحكي بالبداية زي ما بنحكي دائما شو الإشي اللي مطلوب منا من التشابترز، اللي هي مطلوب منا factors that affect the reaction rate، مطلوب منا reaction rate، مطلوب منا concentration and rate law، مطلوب منا change of concentration with time، مطلوب منا temperature. خمس sections هدول بدك لما أنا بشرح بدك تكون متابع مع الكتاب إنهم موجودين معك بدوسيتك ولا موجودين معك إنك أنت تتابع معنا فيهم. أول سؤال خلينا نسألكم إياه فرح، إيش يعني reaction kinetics، chemical kinetics بالكيمياء، بالكيمياء خلينا نحكي، what do we mean by chemical kinetics؟ إنه في عندي الطاقة الحركية يعني للجزيئات خلينا نحكيها. يعني لو بدي أجي أترجم بدي أقول طاقة، كاينتكس يعني انرجي، بس أنا ما بعني فيها لما بحكي عن التفاعلات بعني فيها بالانرجي، يعني indirect بعني فيها بالانرجي. شو يعني بنحكي لما بنحكي كاينتكس؟ عبد القادر شو رأيك؟ ما بعرف والله دكتور. محمد أنا؟ غزال دكتورة الضغط التنشيط؟ لا هذيك activation energy. ما بعرف إنه كم التصادمات اللي بتصير ما بين الجزيئات، كم التصادمات اللي بتأثر التصادمات على إيش؟ الحركة، التفاعل، سرعة التفاعل. الكاينتكس الكيميكال كاينتك هي بنعني فيها بالكيمستري how fast is the reaction، شو سرعة التفاعل. خلينا نستعرض معاكم ونراجع شو اللي أخذناه بشابتر 3 شابتر 4 شابتر 10. أخذنا استوكيومتري. بالاستوكيومتري شو كنا نحكي؟ كنا نقول إنه الـ A plus B بيعطي C plus D. كنا نحسب إنه قديش بتكون معنا إذا عنا reactant، نحسب من الاستوكيومتري how much products will produced، صح؟ عرفنا limiting reactant ولا عرفنا طلبنا من percentage، بس كلياته بيأدي إنه منعرف how much the product ككمية. بالكاينتك نعني how fast is this reaction will take، وهذا كتير مهم. أنا كساينتست ولا ككيميائي ولا حدا مهتم بأي تخصص أنتو فياك، سرعة التفاعل كتير مهمة. خلينا ناخد مثال من حياتنا هلأ. هلأ إحنا عنا مشكلة الكورونا COVID-19. COVID-19 كل العالم عم تشتغل عشان تعمل لقاح COVID-19. شغلتين مهمات للقاح اللي لازم ينتج. الشغلة الأولى إنه يكون بتفاعل وبحل لنا مشكلة COVID-19، بقضي على الفيروس، بتفاعل مع الفيروس وكل ذا فيروس، هذا اسمه ستيكيومتري. الشغلة الثانية how fast to kill the virus. تنتين هدول كتير مهمين، ما بنفع أنا أشتغل على واحدة وما أكونش مشتغل هذا. فالreaction rate أو how fast is the reaction is very important. هلأ الكاينتكس وهاو فاست ممكن تكون تاخد seconds، ممكن minutes، ممكن hours، ممكن years. هذا كمان بهمني. يعني لو انت يا فرح وديتك قلت لك صنعي لي دواء وعشان يقتل كل strains تاعت الكورونا، يعني كل الكوفيد 19، واذا اجت 20 واذا اجت 21 واجيت طلعتي لنا احسن drug، تمام. بس هذا الدرج بده ياخد سنة عشان الواحد يشفى منه. هل هذه الأتشيفمنت تاعتك بتكون يعني كتير منيحة؟ لا أكيد لا، لأنه أنا بدي أخد بعين الاعتبار إنه أنا إذا بخلال السنة هذا بده ياخد سنة، معناته بدي يموت قديش عندي ناس. فأنا لما باجي بدي أصنع، مش بس إني بدي أصنع إشي إنه يكون أكتف، كمان بدي أصنع إشي الكاينتكس تاعته سريعة، لأنه أنا في أشياء بدي أنهيها بساعتها. أنا environmental person بهتم بالتريتمنت، حدا رمالي بوليوتنت معينة بقصد أو من غير قصد، رمى كيميكلز بهالشارع ونادوني قالوا لي حل المشكلة،
أنا إذا ما أخذت immediate action وحليت المشكلة بوقت قياسي، أنا ما حليتش المشكلة. بدي أحط مادة تقضي على المادة اللي محطوطة أو تعالج المادة المحطوطة، بس بدي أحطها تكون الكاينتك fast. فبنعني هون لما بنحكي كاينتك how fast is the reaction. طب نحكي عن نرجع على الستيكيومتري. بالستيكيومتري كنا عشان نعرف قديش بده ينتج product شو كنا نعمل؟ نكتب هالمعادلة، نوازنها ونعمل calculation، صح؟ كنا نعمل هالعملية الحسابية اللي تعلمناها كلياتها ونطلع قديش بده ينتج عنا product. بالكاينتك كيف بدي أعرف قديش سريع التفاعل؟ هل هو بدي ياخد second ولا minute ولا hours ولا day ولا year؟ كيف بدي أعرف؟ هبة دكتور، أنا بدي أسأل بس إنه في صفحة غير الصفحة اللي ظاهرة عندي ولا لا؟ ظاهرة عندي بس الكينتايز. لا هي هذا بس الكاينتكس، ما لسه ما حكيناش، أنا لسه بعطي introduction. بس شو رأيك يا هبة بما أنك حكيتي، كيف بدي أعرف سرعة التفاعل؟ كيف بدي أعرف سرعة التفاعل؟ إنه هذا بدي أخذ second ولا minute ولا hour ولا year، كيف بدي أعرف؟ زمان كنا ناخذ عن طريق الرسم البياني، واخذنا قوانين بزياده عدد الجزيئات المتصادمه وبين المواد المتفاعله. ما في طريقه يا جماعه. هلا لو بدك تقولوا لي بدك انت تاخذ لقاح الفاكسين الفايزر، كيف بدي اعرف تاثيره؟ هل سريع ولا مش سريع؟ شو بيعملوا الناس قاعدين هلا كل العالم اللي بتنافسه؟ تجربه. You cannot know without experimental. بالستيكيومتري أنا عندي calculation، عندي معادلة بقدر أحسبها وأعرف. بس بالكاينتك the only way نعرف هذا التفاعل سريع ولا مش سريع اللي هو by experimental. نجربه. نوقف بهالمختبر ونجرب. شو يعني نجرب؟ يعني أجي أحط ساعتي وأقول بلشت التفاعل، بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعتين ما خلصش التفاعل، بعد يوم، بعد يومين ما خلصش، بعد شهر، بعد شهرين ما خلصش، بضلني أتابع experimentally. بس أنا كscientist person بقدر أزيد سرعة التفاعل. شو الأشياء اللي ممكن أعملها عشان أزيد سرعة التفاعل؟ بقدر أزيد المواد المتفاعلة، وبقدر أحط إنزيمات مساعدة، بقدر أقلل المساحة اللي بتصير عليها التفاعل أكثر من ممكن إيش؟ نزيد الحرارة. دكتورة أربع عوامل. أربع عوامل، وبدنا نشرح الأربع عوامل بالتفصيل. هاي مادة التوجيه. مادة التوجيه. معناته الكاينتكس يا جماعة، الكاينتك اللي هي how fast is the reaction، واللي بدنا نتعلمه بهذا الكلاس فقط how fast is the reaction، مع إنه الكاينتك بنقدر نستخدم كيف صار التفاعل، بس ما بدنا نشرحه بهذا الكلاس. يعني شغلتين بنتعلم من الكاينتك، how fast is the reaction، أو شو الرياكشن ميكانيزم، عملية سير المعادلة، كيف مشيت المعادلة. بس أنتم مش مطلوب منكم في 103. زي ما حكيتوا، أنا بقدر أزيد سرعة التفاعل في أربع عوامل. العامل الأول الـ physical state of the reactant. شو يعني الـ physical state of the reactant؟ عشان يصير التفاعل، لازم يصير فيه تصادمات، كلكم بتعرف. عشان يصير فيه تفاعل لازم الـ A تصطدم بـ B، A collide with B، لازم يصير فيه عنا collagen. إذا ما صار فيه عنا collagen ما بيصير فيه عنا تفاعل. فهذا الكوليجين لما بده يصير، كل ما كانت المواد تشبه بعض كل ما كان الكوليجين أسهل. يعني إذا أنا the more homogeneous، كل ما كان homogeneous، homogeneous معناته متشابه، بصير reaction faster. وهذا يعني كتير بحياتنا. حتى لما أجي أنا أحط مجموعة من الطلاب بدي أعمل عليهم experiment، حطيت ناس من الأردن، ناس من الخليج، ناس من أمريكا، ناس من ألمانيا، لا شعورياً الانتراكشن رح يكون الناس الأردنيين بتجمعوا لحال، الناس الأمريكان بتجمعوا لحال، الناس الألمان بتجمعوا لحال. ليش؟ لأنه في أشياء متجانسة كتير معاناتهم، بتفاهموا أكثر مع بعض.
فالتفاعلات the same thing. لما بدي يصير في interaction, the more homogeneous the mixture, بيكون faster is reaction. This is the factor الأولاني, number one. الفاكتور الثاني اللي هو concentration. كل ما زاد التركيز شو بصير؟ صار عندي A, B, A, B, A, B كتار هدول. فرصة التصادمات صارت أكتر. لما بتزيد فرصة التصادمات أكيد بدها تزيد سرعة التفاعل. فالكونسنتريشن إلها علاقة بالتصادمات, والتصادمات إلها علاقة بسرعة التفاعل. نمبر ثري التمبريتشر. كل ما زدنا الحرارة صاروا يتحركوا أكتر, صاروا يتحركوا راندوملي أكتر. إذا تحركوا أكتر وصارت الإنرجي تاعتهم أكتر والكاينتيك إنرجي تاعتهم أكتر, تصادمات زادت. دكتورة زي المي لما نغليها تصير تغلي تتحرك أكتر. كله أي مادة سوليد غاز أي إشي لما بتزيد الحرارة بتزيد حركتها, بتزيد التصادمات. أهم إشي إنه أنا أضمن إنه في عندي كولاجين عم بيصير, في عندي تصادمات عم بتصير عندي, وبالتالي التفاعل بيصير أسرع. آخر إشي زي ما حكوا الأنزيمات, والأنزيمات أنا ما بدي أخذ بالأنزيمات, نوع من أنواع العوامل المساعدة, نوع من أنواع العوامل المساعدة, أنا بحكيها بجنرال كاتاليست. إذا حطينا كاتاليست على الرياكشن it will speed up the reaction. ليش؟ بس بدي تعرف ليش. بغير الميكانيزم, بغير الباثوي, الطريق اللي بسلكها التفاعل. الميكانيزم معناتها الطريق اللي بسلكها التفاعل, بتتغير الطريق اللي بسلكها التفاعل وبيعطينا البرودكت بطريقة أسرع. رح نحكي more about the catalyst بالمحاضرات القادمة, بس بدك تعرف انه الكاتاليست زي ما بفوت زي ما بطلع, بس هو بغير لك مسار الرياكشن وبالتالي بصير عندك أسرع. تلات أربع عوامل مهمة بديش أنساهم. الphysical state of the catalyst, physical state of the reactant, the concentration, the temperature, and the presence of catalyst. This is the first thing we need to learn today. The second thing اللي حكيناه إنه أنا عشان أعرف التفاعل وأفهم الكاينتيك وسرعة التفاعل ما عندي حل غير أعمل تجارب. يعني الطريقة الوحيدة لمعرفة الكيميكال كاينتيكس اللي هي أمسك ساعتي, أجيب ساعة وأبلش أقول at time zero كان عندي هالقد reactant, at time 20 second هالقد صار, at time 40 شو اللي بصير عندي؟ الريد اللي هم الـ A بتبلش يتكون الـ B اللي هو الأزرق, بعدين بصير يقل الـ A وزيد الـ B, لأنه reactant. يعني لو أنا أجي هاي الرسمة بقول لك A تعطينا B with time, A بدها تنزل و B بدها تطلع. This is B, this is A. Doesn't matter أنا شو اللي بدي أراقبه, بدي أراقب الـ A ولا بدي أراقب الـ B, ما بتفرق. شو أنا الجهاز اللي عندي في المختبر اللي بقدر أقيس الـ A ولا الـ B, لأنه زي ما بتطلع عليهم mirror image, يعني هم زي المراية هدول بين بعض. يعني إذا بعرف كيف صار عندك الرياكتنت عكسه البرودكت. بهذا المثال كان A واحد نزل لـ 0.54 نزل لـ 0.3, الـ B كان صفر بالبداية صار يتكون, فصار يزيد عنا الـ B وينقص الـ A. This is true for any reaction. فأنا شو اللي بعمله؟ أنا اللي بعمله إني أنا براقب الـ A أو براقب الـ B, وبالتالي بعرف الـ reaction. إيش يا غزال؟ دكتور أنا مش فاهم هدول الثلاث أشكال, مش عارف شو الـ A والـ B. الـ A reactant, هاي المعادلة A بتعطي B. حلو. لما أجي أنا بحط الـ A رمزت لك ياها, الـ A ما بيكون وحدة A, رمزت لك ياها بلون أحمر. شو بصير لما بيمشي التفاعل؟ بصير ينقص الـ A, عشان هيك الكرات الحمراء عم تنقص. وشو اللي بصير؟ بزيد الـ B. تمام. أنا بعد أراقب, بمعنى آخر أنا بس مش أنا بهادي الهاد, بعد أراقب كم وحدة صارت A وكم وحدة صارت B, بس بقيسها قياس بإكسبرمنتالي. إمتى بوقف التفاعل وبقول خلص خلصت الكاينتيك؟ يا إما لما يثبت الـ A يبطل يتغير, أو لما يوصل صفر يبطل عندي A.
هلا ممكن انا ما يوصل الاي صفر بس يعني يوصل الاقي التجربه بعد 60 سكند الاقيها صارت 0.2 بعد 80 سكند ظلت 0.2 بعد 120 سكند 0.2 خلاص ثبتت ثبت بطل. وهي الرسمه يعني طردي وعكسي صح دكتوره؟ الرياكتنت شو انت بصير انت فكر فيها مواد متفاعله شو بصير فيها وذ تايم عكسي دكتوره انه بسل والزمن شو بصير بالمواد الناتجه وذ تايم طردي كل ما تزيد هذا بيزيد هذا اوكي اوكي شكرا دكتور. هلا انا لما بدي اجي اطلع واقول ريت الريت شو معنى كلمه ريت رتبه ريت ريت شو معناتها ريت يا معدل يا سرعه دكتوره ريت شو معنى الريت بالماث او معدل حدوث نسبه بالنسبة لإيش؟ لا التغير التغير تغير إيش بالنسبة لإيش؟ تركيز المواد الناتجة للزمن. شو معنى الريت دائما تغير بالنسبة لإيش؟ للزمن. تغير بالنسبة للزمن. يعني بما معناه أنا هاي الرسمات يا غزال بتحكي لي قديش تغير الكونسنتريشن لأي بير تايم. قديش تغير تركيز البي بير تايم هذه معنى الريت. يعني ماثماتيكلي لو بدي اكتب الريت شو بدي اكتب تغير هاي اشاره التغير concentration of a by time دلتا زين او تغير تركيز concentration of p بير تايم على دلتا تي. بس في اشي تاني مهم انا ناسي احكيه بدي أميز وأنا بكتب معادلات هل المادة رياكتنت وبتختفي ولا مادة برودكت بتتكون. فشو بنعمل إحنا المادة مصطلح عليها بالكاينتكس إذا كانت disappear بتحط لها نيجاتيف ساين وإذا كانت appear بنحط لها بوزيتيف ساين. البوزيتيف والنيجاتيف مش معناتها فاليو مش قيمه لانه مستحيل الريت يكون نيجاتيف. النيجاتيف والبوزيتيف معناته disappearance of the reactant the rate of disappearance of the reactant and the rate of appearance of the product. اللي بدنا نتعلمه بالريت لما بنحكي ريت حنتعلم ثلاث شغلات what do we mean by average rate what do we mean by instantaneous rate and what do we mean by initial rate. خلينا نشوف شو اللي بنعني فيه. هذا مثال هذا المثال اللي هو بيوتيل كلورايد بالماء بتحول لبيوتانول and hydrochloric acid. أنا زي ما حكيت ما عندي طريقة إكسبريمنتالي ساعتي بجنبي بقول at zero time بروح بعمل ميجرمنت للبيوتيل كلورايد باخد عينة بعد 50 سكند بعمل ميجرمنت باخد عينة بعد 100 سكند باخد ميجرمنت عبين ما يا إما يوصل زيرو يا إما يثبت بوقف التفاعل. يعني هاي بما معناه أنا إذا براقب شو اللي عم براقب براقب التايم with تركيز C4H9Cl وبلاقي إنه هاي وصلت للصفر. هلأ ممكن أنا ما أتابع ال C4H4 ممكن أنا أشوف قديش تركيز ال C4H9OH هذا بكون طردي عشان مواد متفاعلة. يعني هذا إذا بدي أتابعه شو بدي يكون بدي يكون this is C4H9 OH and this is C4H9Cl. ما بتفرق إذا بدي واحد هلأ يكتب لي الريت قانون الريت شو بدك تكتب لي غزال شو بدك تكتب الريت كيف بدنا نكتبه الريت شو بيساوي. أنا بحكي لك يا دكتورة. يلا دكتورة C4H4OH بتحطي دلتا ل C دلتا تغير مين C4H9OH H9OH على دلتا تايم T أو إذا بدي أكتب طريقة تانية أو إذا بدي
بدنا نمسك المواد المتفاعل الاول السي 4 اتش 9 هذا متفاعل اوكي هلا المتفاعل شو بدنا نقول سي 4 دلتا يا دكتور تنسيش الدلتا مش ناسيتها انت ما تنساها دلتا سي 4 اتش 9 سي ال على دلتا تي بس غلط يا غزال في شيء ناقص استني غزال بدي احكي سالم استني دكتور شويه دكتوره بدنا نحكي سالم فهذه صح وهذه صح يا إما بعبر عن الريت بالبرودكت أو بالرياكتنت الأولي ديفرنس إنه لما يكون برودكت بيكون positive sign لما بيكون رياكتنت بيكون negative sign والpositive والnegative تعني فقط appearance and disappearance أوكي؟ هذه هي واحدة من الطريق اللي بنطلع. خلينا نطلع على الأرقام هلأ وخليني أطلع أنا وياكم على الريت كيف حسبوه أخذوا أول نقطتين دلتا نا تقسيم دلتا نقطتين دلتا تقسيم دلتا هيك اللي عم بيصير قديش تغير التركيز النهائية ناقص الأولية نهائية ناقص النهائية 2 ناقص 1 شو لقينا بالأرقام هاي؟ شو صار فيها؟ طلعوا على الأرقام عم بتزيد ولا بتنقص؟ عم بتزيد تنقص على الشمال ولا على اليمين يا دكتور؟ عم بتطلع على التايم شو بصير بالهاي الأرقام؟ عم بتنقص ليش بتقل يا فرح؟ لأنها مواد متفاعلة لا هذا الريت هذا الريت ليش الريت عم بنقص؟ لأنه بقل عندي التصادمات لأنه المواد شو معنى الريت؟ الريت شو معناته؟ إنه تغير التركيز مع التايم. إذا أنا تركيز المواد المتفاعلة عم بتقل with time معناته شو بده يصير بالأفريج ريت؟ قل بده يقل with time أكيد بده يقل with time فهلا عرفنا شو تعريف الأفريج ريت وعرفنا شو معنات النيجاتيف والبوزيتيف بس خلينا ناخد مور وهذا اللي بنحكي لك إياه هذه الأرقام شو صارت فيها؟ Know that the average rate decreases as reaction proceed. عشان as the reaction goes forward, there are fewer collisions between reactant molecule. طب خلينا أنا وياكم نتطلع. لما باجي برسم تركيز مع time. وقلت لك إنه rate عبارة عن تغير تركيز الـ C4H9Cl على دلتا T بمعنى آخر لو بطلع على الرسمة زي كأني بقول لك دلتا Y على دلتا X دلتا Y على دلتا X بالماث سالب يا دكتورة بالماث دلتا Y على دلتا X هذا إيش اسمه؟ هذا ميل ميل فمعناته أنا من الرسم إذا بعرف أطلع الميل اللي هي دلتا واي على دلتا إكس هذا هو الريت بس أنا الخط مش مستقيم شو بدي أعمل؟ نقطتين واضحة مماس بأخذ مماس عند نقطة محددة عشان هيك أنا من الرسم بقدر أطلع إشي اسمه instantaneous rate يعني شو يعني instantaneous rate عند time محدد يعني باجي بقول لك what is the instantaneous rate at time zero بروح يعني على الزيرو وبرسم مماس بقول لك what is the time instantaneous rate at time 300 بروح على 300 وبرسم مماس برسم مماس بقول لك at 600 بروح على 600 وبرسم مماس هلا بدكم تسألوني دكتورة طيب بصير عادي دلتا واي على دلتا اكس تطبيق بس بدك تقولوا لي انتوا يا دكتورة انت بالامتحان بدك تجيبي لنا نرسم دكتورة ما بنعرف نرسم نرسم بجيب لك اياها مرسومة جاهزة ايوه يعني هلا بدي اسأل سندس سندس اذا سألتك من هاي الرسم اللي قدامك
What is the instantaneous rate at time zero? شو بتقولي لي؟ رح نرسم مماس. هيو مرسوم. وبعد هيك وينه؟ هيو. تمام جود هيو مرسوم. نيجي دكتور عادي بنحكي بنطبق على نفس القانون بس انه قانون بتطبقه على المماس يعني بتاخذ نقطتين على المماس نفسه. تقيلي. تمام راح اخذ اول إشي 90 ناقص 100 من وين 90 دكتور عادي احكي على الخط هيها على الخط دكتور هيها لما رسمت المماس من هيني رسمت لك مثلث كامل يعني عشان ما تقعدي انت تاخذي زي ما بدك هيو تمام الدكتور نفسه والمماس هو الخط متقطع برضه طيب هيو ها هيو y2 minus y1 قديش y2 وايتو دكتور انا اخذت لك نقطتين اخذت 90 واخذت 100 لا بتاخذ انا على الرسمه بدي انا ليش رسمت لك اياها وين النقطتين اللي بدك تاخذيهم دكتوره هاي النقطه بالله عليك انا هاي النقطه وهاي النقطه هدول اللي بدي اخذهم دكتوره 160 اذا دكتوره بصير احكي تفضلي تمام. يلا احنا انا عادي لو اخذت 100 واخذت 90 بس بنفس الوقت انا باخذ التايم تبعهم انتوا اخذتوا نقطتين اسمعي انا فاهمه عليكي بس بالامتحان لما بده يجيكي الارقام راح تفرق انا ليش بجيب لك رسمه وبقول لك خدي هدول عشان كل الطلاب الارقام تكون مزبوطه ما تفرق بالاعشار اكيد دكتوره بس انا عادي لو اخذت مات تايم برضه راح يفرق عندي عن بدك تغيري المثلث اذا اخذتي هاي النقطه بدك تغيري المثلث بدها تصير هيك طيب تمام معناته على هاي الحالة حيطلع 100 خلينا احنا انا بدي اسألك على الرسمة اللي موجودة عندك انا فاهمة شو اللي بتحكي انا بدي نرجع نفس الرسمة عشان ما يختلفوش عندك من اعشار الارقام شو بدي يصير عندك 60 ناقص 100 0.06 ناقص 0.1 تمام اوكي ماشي على التايم تبعهم التايم تبع ال 0.60% حتكون تقريبا 200 صح ولا تقريبا 200 هي اكثر شوي تقريباً 210 ناقص 0 غزال متحمس كتير عطيني الريت at time 600 يا غزال 600 هيا دكتور هيا يلا عطيني نقلني دكتور أصبر ركز ركز دكتورة 40 بالألف ناقص 20 بالألف y2 minus y1 ايش؟ بالعكس يا غزال. y2 minus y1 0.02 minus 0.04 يا دكتور هذا كيف ناخذ احنا من تحت لفوق؟ y2 مش هو القانون الميل. الميل شو بيساوي؟ y2 minus y1 على x2 minus x1 مش من عندي. دكتور انا فكرت رحنا لفوق. طيب بعدين كمل يا بعدين الزمن نفس الاشي. اصبر يا دكتورة انت بدك زمن 600 ايوه 600 ناقص 400 دكتور وين 600 ناقص 400 وين المثلث هي المثلث ها 800 ناقص 400 800 ناقص 400 ناقص 400 اوكي فانا بطلع معي هلا لما انا بعمل هيك عشان هيك بطلع معي نيجاتيف ليش طلع معي نيجاتيف لانه الميل نيجاتيف بس النيجاتيف مش معناته فاليو النيجاتيف معناته disappearance فيعني لو قلت لك قديش الريت بتعطيني الرقم من غير النيجاتيف بتقول لي الفاليو disappearance الريت of disappearance لما تحط لي كلمة disappearance بعرف انه نيجاتيف sign اوكي دكتورة yes احكي لك انا ليش اخذت اول شيء من فوق لا ما بدي تقول لي بعدين خلي احتفظ عليه احتفظ لحالك طب عادي احل زي هيك احط سالب لا. اعمل لا انا اذا حكيت لك كلمه disappearance ولا مش disappearance شان disappearance disappearance معناه اختفاء يعني negative sign appearance يعني تكون يعني positive sign هدول الكلمتين بدناش ننساهم تمام بمعنى يا سندس at time zero بدنا نتعرف اشي دائما اسمها اي at the beginning اسمه هذا initial rate يعني إذا طلبت منك ما قلت لك at time zero قلت لك what is the initial rate initial rate شو بتروحي بتطلعي at what time at time zero فمعناته أنا لما إجيت حكيت لكم ثلاث شغلات بدي أعرفها the average rate the instantaneous rate
والإنيشال ريت أنا هذا اللي بعنيه. أنا لما باجي بحكي لك الأفرج، هاي أفرج فيهم كل واحدة فيهم، هاي أفرج لتنتين، أفرج 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 لكل قيمتين مع بعض. بس لما بدي أجي عند نقطة محددة باجي بقول لك أت 600 أت 200 أت 400. لما باجي بسألك سؤال إنيشال ريت بحددك التايم زيرو. أوكي؟ هدول المصطلحات المهمة اللي أنا بدي أعرفهم. الملخص الريد دائما نيجاتيف ساين للبرودكت ومعناته نيجاتيف ديس ابييرنس، وبوزيتيف ساين نيجاتيف ساين للرياكتنت ومعناته ديس ابييرنس، وبوزيتيف ساين للبرودكت ومعناته ابييرنس. الصوت بيقطع عند الكل ولا بس عند زميلتكم؟ لا الصوت منيح دكتور. واضح معناته النت عندك فيه مشكله. هلأ الإشي اللي بدنا نتطلع عليه إنه هذا الحكي it's only true لما يكون عندي الرياكشن الريشيو واحد لواحد. يعني أنا هون هادي واحد هادي واحد. التعديل الوحيد اللي بدي أحطه أنا ورح نحل عليه بالجلسة الثانية، إذا كان في عندي معاملات تختلف عن الواحد. الأونلي ديفرنس إذا كانت معاملات تختلف عن الواحد إني بقسم على المعامل. يعني هذا الريت شو بده يصير؟ بده يصير الريت ناقص نص دلتا إتش آي على دلتا تي ويساوي زائد دلتا آي 2 على داي تي، إذا بدي أكمل زائد دلتا تغير الإتش 2 على دلتا تي. دكتور هذا المعامل واحد، هذا المعامل واحد، فعشان هيك احنا بنقسم على المعامل. يس تفضلي. مش كان محذوف معنا بالتوجيهات؟ انا شو بعرفني محذوف ولا مش محذوف. والله كان محذوف. اه والله دكتوره هذا مش هلا مش محذوف، هلا بدك تدرس كيف يعني يا دكتوره هو من ليش ما كمل هلا عجل